اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في الحلقه الماضيه كنا قد بدانا الحديث عن وسائل الدعايه، وسائل الغش والتضليل التي تتبع اليوم لدفع الناس الذهاب الى ما يسمى بالانتخابات المبكره. اليوم نكمل هذا الحديث لان العراق الحقيقه في كارثه حقيقيه، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يمكن لبلد آيل للسقوط أن يذهب إلى انتخابات يسمونها مبكرة ويدعون أنها ستكون نزيهة وستكون شفافة وستكون خطوة نحو التغيير الجذري في العراق نحو الأحسن؟ هذه هي الكذبة الكبيرة، هذا هو التضليل الكبير. الكل يحاول يعني أن يعرض بضاعة الفاسدة هذه في هذه الأيام على أنها بضاعة طيبة وصالحة للاستعمال، وهي الحقيقة كلها نفس الأفكار المكررة، نفس الكذبة، نفس الادعاءات الباطلة. كل هذه الأحزاب والقوى ليس لديها برنامج وطني، لم يعني لا تقدم دعايتها على أساس برنامج وطني، لكن تقدم دعايتها على برامج خدمية تدعي أنها ستقوم بتعيين مجاميع من الناس. البعض يدعي أنه سيبلط شارع، الآخر سيفتتح مدرسة، وهكذا. قضايا فردية لا يحتاجها العراق بقدر ما يحتاج إلى برنامج وطني ينقذه مما هو فيه من كارثة كبيرة في 18 سنة من الخراب والدمار والسوء والفساد والنهب والسرقة. وبالتالي نفس القوى التي شاركت في الفساد والخراب والدمار وكانت أدوات لكل هذا الذي أدى العراق إلى أن يذهب إلى الهاوية هي نفس الأدوات التي تطرح نفسها الآن للانتخابات ولكي تكون هي القائد وهي الحاكم للعراق. هذا هو السوء، هذا الوضع السيء. البعض يشتري الأصوات الآن، بدأوا يشترون الأصوات بطرق مباشرة وغير مباشرة، يعني سوق مفتوح يعتاش على حاجة الناس. هذا السوق، البعض من الفقراء من ضعيفي النفس من غير قادرين يجبرونهم على 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 يعني الإدلاء بأصواتهم إليهم، وبالتالي مهما فعلوا، وهذا ما فعلوه في الانتخابات الماضية وقبلها وقبلها، لكن على الأقل الانتخابات الماضية 82% من العراقيين لم يشاركوا في الانتخابات، فكيف سيشاركون أهل العراق وهم الآن قد انفضحت أمامهم كل هذه الكارثة؟ الآن هذه الكارثة بعد ثورة تشرين وقتل الشباب واختطافهم وجرحهم والتعدي عليهم واتهامهم باتهامات كبيرة وسيطرة الميليشيات على العراق، هذا الشكل والفوضى والخراب والفساد وقتل الناشطين، فبالتالي الكل لن يشارك. إذا كانت النسبة 82 ربما ستكون 92 وأكثر الذين لا يشاركون، وبالتالي سيكذبون أيضا ويقولون الانتخابات شارك بها هذا العدد، وسيعيدون نفس الوجوه هذه الكالحة التي سرقت ونهبت ودمرت البلاد والعراق من سيء إلى أسوأ. هذه هي صورة الانتخابات. الحقيقة الانتخابات في العراق جريمة منظمة تشترك بها كل القوى السياسية، كل قوى العملية السياسية وكل أحزابها وكل قواها وكل شخصياتها، جريمة منظمة نعم بحق العراق والعراقيين. هذه هو واقع الحال. سعر برميل النفط كان وصل إلى 140 دولار أو أكثر، ربما 170 دولار، والعراق من فقر إلى فقر، الفقراء يزدادون والأمراض تزداد والأمية تزداد والخراب يزداد. مهما زاد سعر النفط الآن يعيدون أنه هناك بحبوحة اقتصادية، كذبة كبيرة. مهما زاد فهناك ديون، هناك سرقة، هناك فساد، هناك خراب. سمعنا خلال هذه الفترة مهاترات بين قوى تدعي أنها تمثل المكون الفلاني والمكون الفلاني، ويدعون ويحاولون مهاترات وشتائم وفضائح وتوعد ووعيد يعني تشمئز له النفوس، يعني عندما تسمعه الإذن يقشعر له البدن من كثرة الكلام البذيء وكثرة الكذب وكثرة الادعاء. يعني الكل يقدم ملفات لا تقدم شيئا، فارغة وعود فارغة وكذب. سمعنا من مرشحين مرشحة تدعي أنها ستقف مع الناس، مرشحين تدعي، وبالتالي نفس الحديث نفس طبعا إيران تدعم جراءها، هذا واضح جدا، بوعود طبعا
ربما تتنصل عنها في أي لحظة، وهي قادرة أن تتنصل عنها. البعض الآن يعني بسبب اعتقاد أن علاقته بإيران هي التي ستؤدي به إلى كرسي الحكم، وهو صحيح، لكنه بسبب هذا يسمع من إيران وعود معينة يقدمها للمواطن العراقي، كإعادة ناس إلى مدن معينة، كإنهاء مشكلة معينة، كارثة معينة، وبالتالي عندما تنتهي كل هذا، ينتهي هذا المهرجان الكاذب، ستتنصل إيران عن كل هذه الوعود، لأن أهدافها واضحة. إيران في العراق أهدافها أن يظل العراق ضعيفاً، أن يظل خانعاً، أن تظل مسيطرة على العراق، هذا واقع الحال. فبالتالي العراق حصة إيرانية هم يعتبرونها، وأي انتخابات لا تؤدي يعني تكون عكس هذا الموضوع، تؤدي إلى ضغط على هذا الموضوع، سترفضها إيران ولن تقبل بها، وكل قواها ستعمل بالضد منها. لذلك الانتخابات واضحة النتائج، ومثل ما كنا نقول ربما في الحلقة الماضية كنا نقول أن نتائجها معروفة سلفا، لأنه يعرفون نسبة هذا المكون، نسبة هذا ونسبة هذا، ومن هذا الحزب ومن هذه القوى ومن هذا التحالف، هذا العدد الذي سيصل إلى البرلمان، وكيف سيتصرفون، ما هو الإطار الذي يتصرفون به، وما هي السياسة التي ينتهجونها. وبالتالي أنت ترى الصورة سوداء جدا، وهذه الانتخابات ليست إلا محاولة الضحك على الناس. الأمم المتحدة تشارك فيها الضحك على الناس عندما تدعي إنها ستراقب وبنزاهة. وماذا يعني مراقبة؟ إذا كانت نفس القوى الفاسدة، نفس القوى الخربة المخربة هي التي تشارك، وهي المسيطرة على الانتخابات بالسلاح والمال، فكيف يمكن، ماذا تراقبون؟ ولمن تراقبون؟ والشعب لا يريد هذه الانتخابات. هذه الحقيقة. الأمم المتحدة لو كانت نزيهة، والعالم، هذا الرأي العام العالمي الإقليمي لو كان نزيها، لاعترف بأن العراق دولة هاوية، دولة لا يمكن الاعتراف بها، مسحوبة الشرعية ومسحوبة القدرة على إجراء أي شيء، هي ضد مواطنها، هي تخوض معركة بأحزابها وقواها وحكوماتها ضد المواطنين وضد مصالح المواطنين، هي فاسدة، هي مخربة، هي مدمرة. فبالتالي الانتخابات هذه صورة النهائية، مهما حاولوا مهما قالوا هذه صورة الانتخابات، لأنه لا يمكن لبلد فاسد بهذه الدرجة، لبلد فوضى بهذه الدرجة، لبلد كل مؤسساته مرهونة لقوى خارجية وإرادات خارجية، أن يخرج انتخابات نزيهة. لا يمكن أيضا لقوى مشاركة في هذه العملية تقدم برنامجا وطنيا، تقدم وعود كاذبة مثل ما قدمت خلال 18 سنة، أن تنجح بالانتخابات بهذه الطريقة، تنجح بالعراق بالانتخابات. الغاية من الانتخابات أن في أي انتخابات في الدنيا هي أن تقلب الصورة، تؤدي إلى استمرار بالنجاح والتقدم، تؤدي إلى نهضة، تؤدي إلى تميز، تؤدي إلى شيء جديد. نحن في العراق ندور هذه النفايات مرة أخرى لكي يبقى الوضع على ما هو عليه، ليبقى العراق ضعيفا، ذليلا، مرهون الإرادة، مرهون السيادة، فاقد الاستقلال. هذه هي الحقيقة، وهذه حقيقة الانتخابات. أشكركم شكرا جزيلا، ألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.